اختتمت وزارة الصحة بمملكة البحرين فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي تم فيه مناقشة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بالمشاكل النفسية لمختلف فئات المجتمع، حيث تناول المؤتمر موضوع الآثار النفسية لجائحة كورونا على المجتمع وسبل علاجها. انطلاقا من أهمية تعزيز الدعم والرعاية النفسية للجميع ولمختلف قطاعات المجتمع، خاصة في ظل الظروف والتغيرات التي طرأت على أنماط الحياة اليومية والتفاعل اللامحدود مع الآخرين. اليوم احنا عامة موجودين في وسعيدين جدا في منتدى الصحة النفسية. هذه باكورة أعمال بدأت من 10 أكتوبر في يوم الصحة النفسية، اليوم العالمي للصحة النفسية. ويعني اليوم هو خلينا نقول بداية ونهاية، نهاية لبعض البرامج اللي بدأت من 10 أكتوبر لحد اليوم، برامج كثيرة في زيارات عامة لأماكن اللي تحتاج إلى دعم صحي، التكثيف الخدمات الصحية في كل مكان، مثل ما هو الشعار أن تكون الصحة النفسية واقع، وإن شاء الله بيكون هذه واقع وهذه الخطة اللي وضعت من قبل وزارة الصحة. اليوم في المنتدى حضوري، وهذه بروحها بحد ذاته إنجاز أنه يكون حضور من بعد عامين من عدم التقائنا يعني مباشرة، خلينا نقول حضوريا إلا عن طريق طبعا الأونلاين. إلى ذلك لم يغفل المتحدثون تناول الآثار النفسية التي خلفتها جائحة كورونا والبحث عن كافة السبل من أجل تجاوز هذه الظروف وما يترتب عليها من ضغوطات نفسية متعددة على كافة أفراد المجتمع. نتكلم عن الرعاية النفسية، فهي واقعا جهود تبذل على مستوى الدولة وعلى مختلف المستويات، منها اقتصادية، منها اجتماعية، ومنها يمكن خدمات نفسية. الخدمات اللي على المستوى النفسي في بعضها عام ويقدرون يقدمونه مثلا أطباء المراكز، أقسام قسم مثلا الصحة المدرسية، المؤسسات المجتمعية، كلها ممكن. وفي خدمات تقدمها أكثر احنا نسميها خدمات رعاية صحية ثانوية، هذه اللي تقريبا المستشفى في يتعامل معها. وزارة الصحة أولت الصحة النفسية اهتماما بالغا، حيث وضعت برامج تأهيلية لتساعد أفراد المجتمع للعودة مجددا لمزاولة حياتهم الطبيعية تدريجيا بعد انتهاء جائحة كورونا. في هذا المنتدى تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع الخاصة بالصحة النفسية وسبل تحقيق الرعاية الصحية النفسية للجميع وكافة الطرق التي من شأنها أن تساهم في تمكين الأشخاص وتحفيزهم للاعتناء بصحتهم النفسية وتقديم الدعم إلى الآخرين. خولي القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.